وارض اللهم عن صحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا عند اقسام الحكم العقلي. يقول الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين امين يا رب العالمين. واما اقسام الحكم العقلي فهي ثلاثه: الوجوب والاستحاله والجواز. اقسام حكم العقل لا محاله هي الوجوب، ثم الاستحاله، ثم الجواز ثالث الأقسام. فافهم ونحت لذة الأفهام. السؤال هنا، يعني بعض المعاصرين لا يفهم لماذا كانت هذه الأحكام محصورة في ثلاثة. قلنا الحصر إما حصر عقلي، إما حصر جعلي، وإما حصر استقرائي. هذا من أي أنواع الحصر؟ من الحصر العقلي. وجه الحصر، بعض الناس يقول لماذا تكون أحكام العقل ثلاثة، يعني لماذا لا تكون أربعة أو اثنان مثلا؟ وجه الحصر فيها أن كل، يعني هنا التعليل، يعني لماذا كانت الأحكام ثلاثة؟ ما هو السر في أنها لم تزد أو تنقص عن إيه؟ عن ثلاث. وجه الحصر فيها أن كل ما يحكم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو الجواز. يعني إما أن يقبلهما معا فيكون هو إيه؟ الجواز. وإما ألا يقبلهما معا، لا يقبل الأمرين معا، فإن كان يقبل الثبوت فقط دون الانتفاء فهو الوجوب، وإن كان يقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو الاستحالة. فهل يكون في العقل اسم رابع، أو هل نستطيع أن ننقص منها واحدا؟ يعني هي ثلاث: إما إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا، يعني تارة يقبل الثبوت وتارة يقبل الجواز فهو إيه؟ الثبوت والانتفاء فهو الجائز. وإن كان لا يقبل الأمرين معا، فإن كان يقبل الثبوت فقط دون الانتفاء فهو الواجب، وإن كان يقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو الاستحالة. هل في قسم رابع ممكن تطلع منه؟ قسم رابع ليه؟ ما هو المستحيل ده لا يقبل ايه؟ لا يقبل الثبوت، والواجب لا يقبل ايه؟ لا يقبل الانتفاء، والجائز يقبل ايه؟ يقبلهما معا. إذا معناها في قسم رابع على حسب التقسيم العقلي، وهو انه لا يقبلهما معا، ده ما يجيش عقله، لا يقبلهما معا، ده لا ياتي في العقل بس. يعني مثلا اما ان يكون قابلا للثبوت فقط فهذا هو الواجب، او قابل للانتفاء فقط فهو ايه؟ المستحيل. او يقبلهما معا، يعني تارة يكون واجبا وتارة يكون ايه؟ تارة يكون ثابتا وتارة يكون منفيا، هذا جائز. لكن لا يقبلهما معا، يعني لا يقبل الثبوت ولا يقبل الانتفاء، ما هو إن، لأنه هذان نقيضان. إن ثبت على التقابل بينهما على سبيل التعاند والتنافح
فإن ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإن انتفى الآخر ثبت إيه؟ أحدهما، فهما لا ينتفيان معا، لمستحيل عقلا لا ينتفيان معا ولا يثبتان معا، واضح كيف؟ فلا يوجد اسم إفراد حتى لو جعلناه لا يقبله العقل، فهي إذن إيه؟ ثلاثة، الوجوب ثم الاستحالة ثم إيه؟ الجواز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم وعلم شيخنا في الدارين آمين. وأما أقسام الحكم العقلي فهي ثلاثة، الوجوب والاستحالة والجواز. ووجه الحصر فيها أن كل ما يحكم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معا فهو الجواز، وإن كان لا يقبل الأمرين معا، فإن كان يقبل الثبوت فقط دون الانتفاء فهو الوجوب، وإن كان يقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو الاستحالة. ولما كان الحكم العقلي وانقسم إلى قسمين، ضروري وهو ما هو ما يدرك من الأمر، الحكم أو الحكم أو مطلق الحكم كده معناه إيه لغة؟ إثبات أمر أو نفي. فإما أن يكون الحكم عقليا، إما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون عاديا. فالحكم الشرعي يستند إلى إيه؟ إلى الشرع، مثل الصلاة واجبة، الزنا حرام، لأحكام إيه؟ لو قلنا مثلا الطعام إيه؟ مشبع، والماء مر أو ير، هذه أحكام عادية، النار تحرق. إنما الحكم اللي هنا المراد به الحكم العقلي، فهو أيضا ينقسم إلى قسمين، يعني كل الأحكام سواء كان شرعي أو عقلي أو عادي كلها فيهم ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، ضروري وإيه؟ ونظري. وأيضا ينقسم إلى قسمين ثانية، ذاتي وإيه؟ وعرضي. أيضا ينقسم إلى تصور إلى تصديق، وينقسم أيضا إلى إثبات وإلى نفي. يعني كل واحد من الأحكام الثلاثة ينقسم إلى ثمانية، تضرب ثمانية في ثلاثة يساوي كام؟ 24 أقسام الثلاثة، تتفرع إلى 24 إيه؟ قسما. كل واحد من تصور تصديق، ضروري نظري هم أربعة، نفي إثبات، ذاتي عرض، وما شرحناه ده كله فين؟ في المقدمات. ولما كان الحكم العقلي وانقسم إلى قسمين، ضروري وهو ما يدرك بلا تأمل، ونظري وهو ما لا يدرك إلا بعد التأمل. يعني الفرق بينهما أن الضروري يدرك بالضرورة بلا تأمل، يعني بلا تفكير ولا استدلال، بلا عملية تفكير أو نظر، يعني ما يتوقف على نظر، يعني على تفكير وعلى ترتيب مقدمات، فهذا يسمى إيه؟ نظري. وما لا يحتاج إلى ذلك يسمى إيه؟ ضروري. لزم أن كل واحد من أقسامه ينقسم كذلك إلى ضروري ونظري. يعني كل واحد من أقسامه، من أقسام الحكم إيه؟ يعني إيه الأقسام؟ حكم العقل ثلاثة، يعني اللي في واجب ضروري وواجب نظري، وبعدين مستحيل ضروري ومستحيل نظري، وبعدين الجائز كذلك ضروري وجائز إيه؟ نظري. يعني كل واحد منهم ينقسم إلى إيه؟ ضروري وإيه؟ ونظري. وإنما تعرضنا في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحيل والجائز. وعرفت إيه المراد بكلمة ضروري؟ يعني لا يحتاج إلى نظر، إلى دليل، يعني يدرك كذا بالضرورة، أول ما تسمعه كذا تدركه إيه مباشرة من غير تفكير. يعني الواحد نصف ليه الاثنين، ده إيه ده؟ حكم عقلي، ضروري ده نظري. طيب إنما إذا قلنا الواحد ربع عشر الأربعين، تحسبها كيف؟ عاوز عملية حسابية وتفكير شوية، حتى لو كنت ذكي جدا بس لازم تتوقف عشان تنظم ليه، يبقى في الحالة دي إيه اسمه ده إيه؟ حكم عقلي نظري. إنما بخلاف الواحد أو الاثنان نصف الأربعة،
أو الواحد ثلث الثلاثة، ده مش محتاج على طول مباشرة، فيسمى ضروري. ولذلك ده ليه فائدة بعدين حيتبين أنه فائدة معرفة الفرق بين ما هو ضروري وبين ما هو نظري. إيه الفائدة الكبيرة عن في الموضوع ده؟ الفائدة الكبيرة معرفة ما يتوقف عليه التكفير مما لا يتوقف، فلا يجوز أن نكفر إلا بإنكار ما هو ضروري وليس بإنكار ما هو نظري. وإذا أقول لك إيه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، يعني معناها نعرف المسائل التي يجوز أن نكفر فيها التي علمت من الدين بالضرورة، أما ما عدا ذلك لا نمسك ألسنتنا فلا يجوز، لأنه نظري يحتاج إلى إيه استدلال، وكثير من الناس لا يعرفه. إنما ما فيش واحد من المسلمين يجهل الضروريات، فلأجل هذا يكفر منكرها أو يكفر منكرها كذا. هذا الفائدة المهمة في معرفة الفرق بين الضرور وبين النظر. لما نجي ولذلك نجد سبحان الله أغلب ما يقع الناس في التكفير فيه أو يتهم بعضهم بعضا من الكفر ليس من الضروري، تجد كلها نظريات وأمور احتمالية واجتهادية، وتجد بعض الأشياء ضروريات ومع ذلك يكفر الناس مش بها، ده بما يخالفها يعني الجسمية والحد والجهة تكاد تكون من الضروريات، إنه نفي المثلية أو إثبات مخالفة للحوادث. فلو واحد يعني حام حول هذه الصفة بتشكيك أو دي أصبحت مسلمة ليس كمثلي شيء، فهي اللي خالف الضروري يصبح إيه؟ وإنما تعرضنا في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز لاستلزام تصورها تصور مصادرها. يعني هو لماذا شرح الواجب والمستحيل والجائز ولم يشرح الوجوب والاستحالة والجواز؟ قال لك لاستلزام تصورها تصور مصادرها، يعني لما حيتكلم عن يشرح لك الواجب ويشرح المستحيل ويشرح الجائز يستلزم ذلك معرفة الوجوب والاستحالة والجواز، لأن هي دي المصادر. فالواجب ده يعني إيه المصدر بتاعه؟ الوجوب. والمستحيل مصدره الاستحالة، والجائز مصدره الجواز. فلما تتصور وتعرف معنى الوجوب معنى الواجب والمستحيل والجائز هتعرف معنى الوجوب والاستحالة والجواز. ليه؟ الاستلزام تصورها تصور مصادرها. تصورها يرجع عليه استلزام تصورها الواجب والجائز والمستحيل، تصور مصادرها اللي هي ليه الوجوب والاستحالة والجواز. يعني عاوز يقول لك شرحناها مش ما شرحناها بس بطريق ليه الاستلزام. واضح؟ لاستلزام تصورها تصور مصادرها، لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه، ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم. يعني شوف كده التعليل ده جميل، يقولك لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه، يعني عندك مشتق ومشتق منه، فإذا عرفت الأخص اللي هو إيه؟ المشتق حيستلزم ذلك معرفة الأعم اللي هو المشتق منه، بخلاف العكس. فلو أنه عرف الوجوب والاستحالة والجواز لا يستلزم ذلك معرفة الواجب والمستحيل والجائز، أما إذا عرف الواجب والمستحيل والجائز فإن ذلك يستلزم معرفة الوجوب والاستحالة والجواز. إذا هو ترك التعريف ولا ذكره بس بالدلالة الالتزامية. طبعا اخواننا ما يعرفوش غير دلالة واحدة بس، ما عندهمش غير الدلالة المطابقية، لا يعرفوا التضمنية ولا يعرفوا الاستلزامية ولا يعلمون شيئا كما أخرجوا من بطون أمهاتهم ويظلون على ذلك حتى يرجعوا مرة أخرى إلى الأرض.
على رأيك. مولانا لكن اعتبارنا صعب مولانا. ها؟ على اعتبار في الأصل العقيدة لشرح الواجب ومستحيل دون الوجوب والاستحالة والجواز. يعني ما قلنا إذا شرح لك الواجب والمستحيل والجائز فهذا يستلزم تعريفه، يعني تصوره، يعني تعريفه، تعريف الوجوب والاستحالة والجواز. ليه؟ لأن معرفة المشتق أخص والمشتق منه أعم، وإذا عرفت الأخص يلزم من ذلك معرفة الأعم بلا إيه، من غير عكس. فلو أنك عرفت الأعم لا يستلزم ذلك معرفة الإيه؟ الأخص. أما إذا عرفت الأخص فقد عرفت الإيه؟ الأعم. واضح كده؟ لكن ما الفرق بين الأول والثاني هنا؟ إيه الأول وإيه الثاني؟ للواجب، الواجب هنا والوجوب هنا، يعني ما الفرق؟ ما هو الوجوب ده هو المصدر، الوجوب هو إيه؟ هو المصدر. يعني كلمة واجب دي مشتقة من الوجوب، فالمشتق منه هو المصدر، وهذا هو الإيه؟ هو اسم ده الواجب، مش هو المصدر. المصدر هو الإيه؟ هو الوجوب. والمستحيل مش هو المصدر، المصدر هو إيه؟ الاستحالة. فإذا عرفت المشتق عرفت المشتق منه دون العكس. الله. وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يعرف. وأيضا لما ولا لما؟ لما ذكرنا وأيضا لما التعليل أي علة ثانية. وأيضا لما يحط كسر على الله. وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على كل مكلف. أصله قلتها لما بالعودة جواب ثاني وإحنا مش فاضيين. وأيضا لما ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يعرف الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى، وكذا في حق رسله عليهم الصلاة والسلام. يعني عاوز يقول لك العلة الثانية، يعني لماذا علة تنسيت طبعا. هو بيعرف الواجب والمستحيل والجائز، ولا يعرف الوجوب والاستحالة والجواز، بس حيلزم من معرفة الواجب معرفة الايه؟ الوجوب. ثم قال لك العلة الثانية لما ذكرنا انه يجب على المكلف ان يعرف الواجب مش يعرف الوجوب، ويعرف المستحيل وليس ليه الاستحالة، ويعرف ليه الجائز، خلاص كده، وليس الجواز. يعني واجب على المكلف ان يعرف الواجب لله كده، يعني يعرف المشتق مش المشتق ايه منه. واضح كده؟ ولم نقل يجب عليه ان يعرف في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاه والسلام الوجوب والاستحاله والجواز. ولم نقل يجب عليه، مش كده؟ يبقى لما يا مولانا، يبقى لما ده جواب. استنى كده. وايضا لما ذكرنا انه يجب على وكذا في حق رسله، ولم نقل يجب عليه ان يعرف، لا هيها لما ما تجيش لما هنا، يعني وايضا لما ذكرنا كانت بسبب المتوقف ما سبق ان نتعرف. لا هي لما ذكرنا انه لما ذكر في الاول انه يجب على المكلف ان يعرف الواجب، فلم يقل هنا تعريف الوجوب وانما قال تعريف الواجب، ثم قال ولم نقل يجب عليه أن يعرف في حقه وفي حق رسله الوجوب والاستحالة والجواز. كان الأنسب في مطابقة ما سبق، كلام جديد ليس إيه، ليست لما إنما لما للتعليل. وأيضا قلناه لما أو شرحناه لما. ولم يقل يجب عليه أن يعرف في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام الوجوب والاستحالة والجواز. كان الأنسب في مطابقة ما سبق أن نتعرض لشرح المشتقات وهي أسماء الفاعلين. يعني الواجب ده اللي هو اسم فاعل، مش كده؟ أسماء الفاعلين لا المشتق منه اللي هي المصادر. كان الأنسب في مطابقة ما سبق أن نتعرض لشرح المشتقات وهي أسماء الفاعلين لا المشتق منه وهي المصادر. لأنه المصدر ده يعتبر هو إيه؟ أصل المشتقات كده؟ المصدر ده هو الأساس، يعني المصدر ده ليس مشتق وإنما مشتق منه،
لأنه لو كان مشتقا لكان للمصادر مصادر، واشتقيته من إيه؟ وده هو المصدر، يعني المصدر ده يعتبر هو إيه؟ أصل الإيه؟ المشتقات على رأي في رأي ثاني جعل الأصل والإيه هو الفعل، لكن طبعا الراجح هو إيه؟ أن المصدر هو أصل المشتقات. وإنما بدأنا بشرح الواجب لوجهين، أحدهما أنه أشرف به يتصف مولانا جل وعز. يعني ليه ما بدأش بشرح المستحيل، وليه ما بدأش بشرح الايه الجائز؟ يعني أول حاجة الواجب، ثم قابله بالإيه بالاستحالة، ثم ثلث بالإيه بالجواز، ثم الجواز ثالث الأقسام. ده الثالث. طب ليه رتبها كده؟ هل الترتيب ده تعبد يعني مثلا؟ يعني لا، ده ترتيب عقلي أيضا. يلا. الثاني أنه إذا عرف عرف منه المستحيل والجائز. بدأ بالواجب ليه؟ وإنما بدأنا بشرح الواجب لسببين، يعني لوجهين. ها؟ أحدهما أنه أشرف، أشرف من الثلاثة، أشرف واحد في الثلاثة، لأنه يتصف به مولانا. والثاني أنه إذا عرف عرف منه المستحيل والجائز. يعني إذا أنت شوف سبحان الله، لو عرفت الواجب يلزم من ذلك أنه طبعا ما يضاده أو ما يقابله حتعرف المستحيل. يعني إذا قلت يجب له تعالى القدرة، يعني معناها بدون تفكير يستحيل الضد. إذا كده عرفت به بالواجب عرفت المستحيل. طب وإذا عرفت المستحيل لم يبقى إلا إيه؟ ما بينهما، يعني ما ليس بواجب ولا مستحيل لا يكون إلا إيه؟ إلا الجائز. يعني بمعرفته، يعني بسبب معرفة الواجب هتعرف الإيه؟ المستحيل والإيه؟ والجائز. يبقى هو الإيه؟ يبقى لازم يقدم لإيه؟ لشرفه، يبقى يتصف به مولانا. وبعدين لأنه هو الأصل في معرفة القسمين اللي بعد. الثاني أنه إذا عرف عرف منه المستحيل والجائز في حقه، في حقه تعالى. وقدمنا المستحيل على الجائز لأنه أقرب إلى الواجب إذ هو مقابله. يعني دائما لما تيجي ترتب أول حاجة تيجي مباشرة الضد، لأنه يقابله مباشرة، يعني يأتي إيه؟ تأتي بضده. خلاص كده؟ ما. وأيضا فالجائز شبه مركب لما ثبت للواجب من الثبوت ولما ثبت للمستحيل من النفي. يعني عاوز يقول لك الجائز ده شبه مركب، هو ليس مركبا إنما شبه مركب، لأنه إذا كان ثابتا يبقى إيه؟ خد حاجة من ليه؟ من الواجب. طب وإذا كان منفيا يبقى شابه للمستحيل، لكن ثبوته غير ثبوت الواجب، ونفيه غير نفي المستحيل. نفي الجائز على سبيل الجواز، نفي المستحيل على سبيل الاستحالة. يبقى هنا له ثبوت وله نفي، فأشبه الواجب والمستحيل، ولكن ليس إيه؟ شبهية أو ليس يعني مثلية تامة، لم فقط في مجرد الإيه الاسم، الاسم عنده في حالة وجوده يكون إيه ثابتا، وفي حالة انتفاء لكن لا انتفاء واجب ولا إيه ولا ثبوت واجب، جائز. والواجب والمستحيل شبه بسيطين، إذ لم يثبت لكل واحد منهما إلا أحد أمرين، ولا شك أن مرتبة البسيط أحق أن تكون قبل المركب. يعني البسيط لازم يكون قبل المركب. ليه؟ لأن المركب لازم هيتركب من بسيط وبسيط، فلازم يسبقه. زي إيه؟ زي ما يسبق الجزء الكل. يعني ما تيجي ترتب تبدأ بالجزء الأول ولا تبدأ بالكل؟ تبدأ ده الترتيب الطبيعي ده أو التقدم، مش كده بيسموه إيه؟ أنواع التقدم كام؟ خمسة. منها تقدم إيه؟ طبيعي ده، لو تقدم ليه؟ الجزء على الإيه؟ على الكل، لأن الكل لا يكون كلا إلا بإيه؟ بأجزائه، فلازم تتقدم على الأجزاء. ما مما يتركب الكل
هيتركب من أجزاء، فلا بد من تقدم للجزء على الإيه؟ على الكل. قلنا كان فاكرين نعيدهم ثاني سؤال، تقدم إيه؟ ذاتي، تقدم علية، علة ومعلول، تقدم إيه؟ طب شو الذات ولا غيره؟ غيره غير لأن في العلة يتوقف كل نوع على الآخر، يحتاج كل نوع للآخر، أما الطبع يحتاج الثاني للأول ولا يحتاج الأول للثاني. أيوة ده الضابط. وبعدين تقدم إيه؟ رتبي، تمام كده. وفيه تمام. وفيه كم في أربع أنواع رتبي، في حسي نعم طبيعي حسي. ايوه طبيعي حسي زي ايه؟ كتقدم الراس على الفقر. طيب هذا حس يعني ظاهر. طيب وبعدين طبيعي ايه؟ تقدم العقل طبيعي. ايوه زي ايه؟ تقدم بعض المسائل عن بعض، تمام، ترتيب عقلي. وبعدين تقدم الوضع، تقدم الامام على المأموم. بعدين يبقى الذات ده اللي قلنا عليه في الاول، ان يكون الاول مقدما على الثاني من غير ان من غير ايه؟ ان يكون عله فيه، ما يكونش عله فيه. اما تقدم العله والمعلول يكون ايه؟ عله ايه فيه. والله نعم. قوله ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني لا يدرك في العقل نفيه، سواء كانت حقيقه ذلك الواجب وجوديا كذات مولانا تبارك وتعالى أو سلبية كقدمه جل وعلا. وقوله إما بلا تأمل إلى آخره، يعني شوف كده قوله، يعني تعرف الواجب، ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني لا يدرك في العقل نفيه، سواء كانت حقيقة ذلك الواجب وجودية كذات مولانا تبارك وتعالى أو سلبية كقدمه جل وعلا. يعني الواجب ممكن يكون ثابت وممكن يكون ايه؟ شيء ما يعني سلبي، يعني يتعلق كلمة واجب بما هو وجودي كذات مولانا تبارك وتعالى، وبما هو سلبي كقدمه، لأن القدم ليس أمر أو ليس شيء وجودي، وإنما مفهوم القدم سلب الايه؟ سلب الحدوث، أو مفهوم الوحدانية سلب للتعدد. وقوله إما بلا تأمل، إما بلا تأمل عشان يقسم لك الواجب إلى ضروري وإلى إيه؟ وإلى نظر. يعني عاوز يقول لك إن كان بلا تأمل يبقى إيه؟ ضروري، وإن كان بتأمل فهو نظري. وقوله إما بلا تأمل، يعني أن الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري بحسب مجرى عادة الله، وإلا فيجوز بإجماع أن يصير سبحانه وتعالى جميع العلوم ضرورية فيلجئ. يعني أقول لك ضروري ونظري بحسب مجرى، يعني ما جرت به عادته تعالى، يعني قانونه أو نظامه، ليست العادة يعني ما سبق، وإلا فيجوز بإجماع أن يصير سبحانه جميع العلوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء أن تكون العلوم، سواء كان العلم بالواجبات أو بالإيه؟ بالجائزات أو بالمستحيلات، جعل الله تعالى منه يعني من العلم بذلك ما هو ضروري، يعني لا يحتاج إلى تأمل أو إلى نظر، وجعل سبحانه وتعالى من ذلك ما هو نظري، وإلا فيجوز، يعني يجوز سبحانه وتعالى أن يجعلهم قسم واحد، مش واجب ضروري واجب نظري، يخلي كل العلوم مثلا ضرورية، ويجوز أن يجعلها كلها إيه؟ نظرية. ولكنه سبحانه وتعالى جرت عادته، أو نقول شاءت أو أراد أن يجعل من العلوم ما هو ضروري ومنها ما هو إيه؟ ما هو نظري. ايه معناه؟ والا فيجوز، يعني مش معناها ضروري يعني لذاته، ونظري يعني لذاته، ده بحسب ايه؟ ما جعله الله تعالى او ما وضعه، او بحسب ما ركب في عقولنا ان ندرك اشياء
للضرورة وأن ندرك غيرها بالنظر والتأمل. فليست العلوم كلها ضرورية وليست كلها نظرية، منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري. والبعض قال العلوم كلها نظرية في الأصل يعني، ولكن لما يعني سلم بها واستقرت واشتهرت صارت ضرورية، ولكن في الأصل كانت كانت نظرية. يعني مثلا دلوقتي كل واحد مننا مسلم مؤمن واحد بالله يدرك كده بالضرورة انه أركان الإسلام خمسة، فهذا أمر ليس ليس نظريا إنما هو ضروري. إنما لو واحد حديث عهد لم يدخل في الإسلام قبل ذلك وأول يوم مسلم ولا يدري ما هي أركان الإسلام أو ما هي أركان الإيمان، فبالنسبة له في أول لأنه حديث عهد تصبح نظرية، بعد ما يعيش مع المسلمين شهر تصبح ضروريات. فكثير من النظريات صارت ضروريات وهكذا. يعني لا يلزم ان الضروري يبقى ضروري كده بصفة دائمة، ولا النظري نظري بصفة يعني كان نظريا في بدايته فصار ضروريا يعني ينتهي الى ذلك. نعم تفضل. وإلا فيجوز بإجماع أن يصير سبحانه وتعالى جميع العلوم ضرورية فيلجئ العقل إلى تيقنها، يعني يخليها كده بالإلجاء كده. يعني العقل كده لا يجد إلى نفيها أو إلى يعني تحصيلها إلى نفي، يجدها كده مركوزة ضرورية كده في فطرته يسلم بها لو أراد سبحانه وتعالى. وتخلق فيه بلا تأمل أصلا، كما يصح في العقل أن يجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية لا نجد عادة تيسر تركها. يعني يصح يعني جائز عقلي، يعني أقول لك هذا من الجائز العقلي أن يجعل سبحانه جميع حركاتنا اضطرارية. ربنا جعل الحركات لنا منها ما هو اضطراري ومنها ما هو لكن ألا يجوز أن يجعل الله تعالى الحركات كلها اضطرارية؟ يعني يسلب مننا الاختيار، يجوز ولا يجوز؟ وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق. وذلك بقول لك لا نجد يعني يجعلها حركات اضطرارية، لا نجد عادة يعني في العادة يعني تيسر تركها، يعني لا يتيسر تركها عادة، وإنما يعني من ناحية العقلية يجوز إن تترك. وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق، وهو هل يصح أن تكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف منها شيئا بالضرورة؟ وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبق، يعني أقول لك هل يمكن أن تكون العلوم التي يكتسبها الإنسان كلها معتمدة على النظر؟ يعني لا يمكن أن يدرك شيئا منها إلا بالنظر ولا يحصل فيه شيء بداهة، أو لا يصح ذلك بل يستحيل لتوقف النظر على على البديه، فلو لم يحصل البديه لتوقف النظر على نفسه ويلزم الدور والتسلسل وهو محال، فيلزم ألا يحصل الإنسان أي علم من العلوم. يعني شوف كده هنا في لازم عقل، لو كانت العلوم كلها نظرية مش هتحصل ولا علم، لأنه هيتوقف العلم على النظر والنظر على النظر وهكذا، فلا بد أن ينتهى إلى الضروري. شوف حكمة الحق سبحانه وتعالى، لازم ينتهي إلى يعني لو كانت العلوم كلها نظرية وما فيش حد هيتعلم أبدا، لا يحصل الإنسان أي علم من العلوم، فلازم يكون منها ما هو ضروري ومنها ما هو ما هو نظري. وذلك بيقول هنا تحت في الهامش بيقول هل يمكن أن تكون العلوم التي يكتسبها الإنسان كلها معتمدة على النظر؟ كلها يعني ما فيش علم، كل العلوم مكتسبة يعني بالنظر يعني بالتأمل بالدليل، يعني
أي لا يمكن أن يدرك شيئا منها إلا بالنظر، ولا يحصل فيه شيء بدا، أو لا يصح ذلك بل يستحيل. يعني إذا كان لا يصح هيكون إيه؟ مستحيل. لتوقف النظر على البديهي، النظر متوقف على الضروري، فلو لم يحصل أو يحصل البديهي لتوقف النظر على نفسه، ويلزم الدور والتسلسل وهو محال، فيلزم ألا يحصل الإنسان أي علم من العلوم. وأيضا لا يصح ذلك عند من عرف العقل، من عرف مش عرف العقل بأنه نفس العلوم الضرورية، فإذا فرضنا عدم وجود العلوم الضرورية فلا يوجد عقل، والإنسان يعرف بأنه حيوان عاقل، فنفي العقل عنه نفي لجزء من ماهيته، فينعدم كونه إيه؟ إنسانا. وكذلك يقال نفس الشيء عند من قال إن العقل يستلزم العلوم الضرورية، فما دام الإنسان موجودا فيستحيل أن يعرى عن العلوم الضرورية، لأنها تتوقف على نفس وجوده الصحيح ولا تتوقف على إرادته، فيستحيل وجود الإنسان مع فرض عريه عن العلوم الضرورية، فتصبح العلوم الضرورية لازما له لا ينفك عن وجود الإنسان العاقل. يبقى إذن العلوم لا يمكن تكون كلها ضرورية ولا يمكن تكون كلها إيه؟ نظرية. فلو كانت العلوم كلها ضرورية يبقى معناها يصير كل الناس علماء، خلاص ده أمر ضروري. ولو كانت كلها نظرية لا يحصل الإنسان منها أي علم. يعني لو كانت كلها ضرورية هتبقوا كلكم علماء، ولو كانت كلها نظرية ما فيش حد فيكم حيبقى عالم أبدا. شفت كده؟ لكن في من هو عالم وفي من هو غير عالم، يبقى لا بد من إيه؟ من توقف النظر على الضروري، ولا يتوقف النظر على الإيه؟ على النظر لاستلزامه الإيه؟ الدور والتسلسل، وكلاهما إيه؟ محال. مفهوم؟ وهو هل يصح أن تكون العلوم كلها نظرية للعقل ولا يعرف منها شيئا بالضرورة، أو لا يصح ذلك لمنافاته؟ يعني لو كانت كلها نظرية للعقل يبقى معناها مش هيعرف الإنسان منها شيء بالضرورة، وهذا إيه؟ تكذبه الضرورة، لأننا نجد أنه في علوم ضرورية يعني لا يحتاج الإنسان فيها إلى التعلم، يعني يفهمها بالضرورة كده. يعني مثلا لو سألت مثلا طفل يميز، يعني الواحد يساوي كام؟ نصف الاثنين ولا يساوي الاثنين؟ يقول لك نصف الاثنين بدون ما يعلم واحد، يعني أدركها بليه؟ بالضرورة، كإدراك وجود نفسه أو إدراك أن السماء فوق والأرض، محدش علمه مثلا أنه ده فوق وده تحت، عرفها كده بيه؟ بالضرورة. لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم، نفس العلوم الضرورية. ليه حشوف التعليل بقول لك إيه؟ وهل يصح أن تكون العلوم كلها نظرية للعقل؟ يعني لا يعرف منها شيء بالضرورة، ما لو كانت نظرية يبقى معناها مش هيعرف العقل حاجة إيه؟ بالضرورة. أو لا يصح ذلك، لا يصح ذلك لماذا؟ لمنافاته وجود العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية أو ملزوم لها. فالجمع بين وجود العقل وبين نفي كل علم ضروري جمع بين متنافيين. يعني عاوز يقول لك في تعريف العقل، فاكرين لما كنا نشرح في الجوهر النفس والروح والعقل كان من ضمن هذه التعريف أن العقل هو إيه؟ هو العلوم الضرورية، لأنه من لم يعرف الضروريات فليس بعاقل. وبعضهم قال هو بعض العلوم الضرورية، ولذلك تعاريف العقل كثيرة في البحر المحيط للإمام الزركشي أوصلها إلى 1000 تعريف، والإمام الجوهيني وغيره والإمام الغزالي عرف العقل في أول كتابه له المستصفى بتعاريف كثيرة جدا. أو ملزوم لها، فالجمع بين وجود العقل وبين نفي كل علم ضروري جمع بين متنافيين. يعني إيه ملزوم لها؟
يعني بعضهم قال العقل هو نفسه هو العلوم الضرورية، يعني اللي عنده العلوم الضرورية يبقى عاقل. بعضهم قال لا مش هو نفسه، ده هو ملزوم لها. هي ملزوم يعني العلوم لازمة والعقل ملزوم، ما دامت ملزوم يبقى العقل ايه لازم، في لازم وفي ملزوم. جمعنا كلمة هو ايه او ملزوم، اللي هو الملزوم اللي هو ايه العقل، وهي لازمة. يبقى فالجمع بين وجود العقل وبين نفي كل علم كل الضروريات جمع بين متنافيين. فلماذا قال الجمع بين وجود العقل وبين نفي كل علم ضروري؟ كل انا عاوز اعرف ليه سر كل، لانه بعضهم عرف العقل بانه مش كل العلوم انما هو بعض الايه العلوم، لانه قد يكون ساهي او غافل او نائم فيندهش او فتغيب عنه العلوم الضرورية ايضا، لكن لا تغيب عنه كلها انما يغيب جزء منها بعضها، وذلك هو بعض. وذلك قال هنا ايه وبين نفي كل، فهمت سر لانه ما تغيبش كلها، لانه نعم. ممكن يكون في حالة دهشة او ذهول فتغيب عنه الضروريات او البدهيات حتى ممكن. والظاهر القول الأول بناء على أن العقل قبول القلب عادة للعلم وأضداده. إيه هو ما هو القول الأول؟ اللي هو نفس العلوم الضرورية، وذلك إمام الحرمين يبدو وافق على هذا الرأي عندما قال إن معرفة هذه الأحكام الثلاثة الوجوب والاستحالة والجاب هي العقل، يبقى معناه هو نفس العقل. يلا. كالظن والشك والوهم والجهل المركب، وليس نفس العلم ولا والظاهر هات كده والظاهر. القول الأول. والظاهر القول الأول بناء على أن العقل قبول القلب عادة للعلم. نقول لك هنا إذا قلنا إن القلب يقبل العلم عن طريق العادة لا الضرورة العقلية كما هو قول الإمام الأشعري، فيلزم عن ذلك إمكان تصور وجود الإنسان عاريا عن جميع العلم، إمكان يعني مش وجود، بمعنى يمكن أن يخلق الله تعالى الإنسان عاريا عن جميعها، وهذا لا ينافي أنه بالفعل يخلق ملابسا لها أو لبعضها، فإنما الكلام على الإمكان والجواز العقلي، وهذا مبني على أن العقل نفس قابلية العلم وليس هو عين العلم. وده يؤيد إيه أنه ممكن أن يوجد الإنسان عاريا عن جميع العلوم، مش كده؟ بدليل ده مش ممكن فقط، ده هو واقع، بدليل قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والنكرة في سياق النفي تفيد ليه؟ العموم، يعني معناها لا يعلم لا علم ضروري ولا علم نظري، لا تعلمون شيئا، هذا يفيد إنه هو نفس ليه؟ العلوم الضرورية، أو هو ملزوم لها على القول الإيه الثاني. يلا. والظاهر قول الأول بناء على أن العقل قبول القلب عادة للعلم وأضداده الخاصة كالظن والشك والوهم والجهل المركب. يبقى في أضداد خاصة وفي إيه ضد عام، يبقى العام اللي هو إيه الجهل، والخاص يعني دي أضداد خاصة، يعني ما هو ضد العلم الجهل عامة كده، لكن هل هذا هو الأضداد الخاصة؟ يعني مثلا العلم كده نقول كده ضد الجهل ضد العلم بصفة إيه، وذلك التقابل بينهما بين العلم والجهل، هل هو تقابل ضدين ولا هو من باب تقابل العدم والملكة؟ لا تتسرع في الإجابة، إذا كان الجهل مركبا فيكون التقابل بينه وبين العلم تقابل ضدين عند وجودي وإيه وجودي، أما إذا كان بسيط التقابل بينه وبين العلم تقابل العدم والملكة، عما من شأنه أن يتصف بأحدهما بالعلم أو بالجهل.
احترازا مثلا عن الجدار او عن البهيمه فلا يوصف بانه عالم او ايه او جاهل. يعني اذا ايه معنى الجهل؟ معناها عدم العلم، يبقى كده ايه الجهل البسيط ده. اما معرفه الشيء على غير ما هو عليه ده الجهل الايه المركب، يبقى يتركب من ايه؟ من جهلين لا من جهل واحد. بكده تاني إذا كان التقابل بينهما تقابل بالدين يبقى لازم يكون جهل مركب، وإذا كان بسيط يبقى معناها عدم العلم، يبقى إذن عدم إيه؟ عدم وملكة. لكن في مين؟ مش في مش في في المحل، لازم يكون يقبل عما من شأنه أن يتصف إيه؟ بأحدهما، زي التقابل بين العمى والبصر، ده اسمه تقابل عدم وإيه؟ عدم وملكة. يلا لكن هنا لما الظن ده وبعدين الشك والوهم والجهل المركب مش البسيط، يبقى هذه هي الأضداد الخاصة، دي الأضداد الخاصة، لأنه الظن ده ليس علم إنما هو إيه يعني إدراك الطرف الراجح، طب والطرف المرجوح وهم، طب والمساوي التساوي شك، يبقى إذن لا يبلغ العلم إلا إذا بلغ الإيه الجزم، الجزم المطابق، يبقى كده هو ذا العلم. يبقى معناها كده الظن يقابل العلم ولا ما يقابلش العلم؟ يقابل العلم، مش كده يقول لك إيه لا تعرف يقول كده إيه وما لهم بذلك من علم، لم يقل إن يجهلون إن يتبعون، فجاء بالظن في مقابلة العلم، ولكن ده تبقى اسمه ده التقابل الخاص، زي يقول لك هنا إيه أضداده الخاصة، يعني الظن والشك والوهم والجهل المركب، لأن الجهل المركب يقابل العلم، هو مقابلة العلم يعني نفي العلم، لكن ده مش نفي علم، ده علم بس بالمقلوب، ده ليس على وجهه، يعني علم بس علم غلط، هو بيعتقد انه علم شنو بيتصوره كده، لكن تصوره على خلاف ما هو عليه فيكون جهلا ايه مركبا. يلا كالظن والشك والوهم والجهل المركب، وليس نفس العلم ولا ملزوما له. ويدل على ذلك وجود السمنية المنكرين لما عدا المحسوسات من العلوم ضرورية كانت أو نظرية. هذا مثال، يعني الجماعة ضلع السمنية ضل من الإيه ينكرون النبوة أيضا، هم ومعهم تاني البراهمة الذي ضل قوم يقولون، لما درسنا في باب النبوات إنه النبوة أهل السنة يقولون إيه بأنها جائزة، والمعتزلة يقولون واجبة إرسال الرسل، مش كده؟ عند أهل السنة إرسال الرسل أو الأنبياء إيه جائز، وعند المعتزلة واجب بناء على القاعدة الفاسدة اللي هو الصلاح والأصلح، وعند السمنية دولة والبراهمة مستحيلة. هذا رأي ثالث عندهم، يعني يقولون بإيه بأنها مستحيلة. السفسطائية ولا السفسطائية؟ ها؟ السفسطائية، السفسطائية كلمة معربة، يعني السوفس أو السف، يعني ضميت السين السو حط واو، إن أشبعت الضمة، إن ما أشبعتهاش حتشيل واو، بدل ما يقول السوفسطائية يقول السفسطائية بحذف الواو. السفسطائية هي نفس المعنى، ولكن بس فقط في إشباع الضمة وفي عدم إشباعها، فإن أشبعت الضمة تولدت إيه؟ الواو. ووجود السفسطائية المنكرين لجميع العلوم ضروريها ونظريها محسوسها وغير محسوسها، وهم من العقلاء بدليل تعرض الأئمة لبدعتهم والتحيل في مناظرتهم لدفعها. يعني هو دليل على انه دول عقلاء، اما لو كانوا مجانين وما فيهمش عقل كيف الائمه الكبار يتعرضون للرد عليهم ولمناظرتهم ولافحامهم؟ واضح كده؟
ماذا يقصد بالعقد هنا يا مولانا؟ يقصد بالعقد معرفة الواجب والجزم المستحيل. معرفة العلوم الضرورية هو نفس العلوم الضرورية أو بعض العلوم الايه الضرورية، بعض العلوم الضرورية. يعني معنى ذلك لما عرفت الفرق بين واجب الجائز والمستحيل العقد مثلا لا يناظر؟ هو الذي لا مش لا يناظر، ده يعني معناه يقول لك يعني معرفتها هي العقل، يعني المراد بها يعني مش نفي اصل العقل، والا كان ما نفعش الجدال مع الصوفي نفي كمال العقل وتمييزه، لكن اصل وجوده موجود بدليل مناظره السوفسطائيه وهؤلاء الذين ينكرون حتى المحسوسات مش المسلمات العقليه اللي هي الامور الضروريه، ده ينكر المحسوس واحيانا ينكر حتى وجود نفسه. وتنفيرنا للواجب النظري بكون الواحد نصف سدس الاثني عشر. ما قلنا الواجب يا اما ضروري يا اما نظري، قلنا ينقسم الى كم؟ الحكم العقلي 8، ضروري نظري تصور تصديق اثبات نفي ذاتي عرضي، يبقى هنا النظري. يعني الواجب الضروري زي ايه؟ ادراك ان الواحد نصف الايه؟ نصف الاثنين. طيب والنظري؟ الواحد نصف سدس الاثني عشر او ربع عشر الاربعين. هات اي مساله رياضيه وتفلسف فيها. وتنفيرنا للواجب النظري بكون الواحد نصف سدس الاثني عشر جلي، فإن هذا الحكم إنما يحصل للعقل بعد استحضار مقدمتين. يعني لماذا هو نظري؟ لأنه لا يحصل للعقل بالضرورة، إنما بعد استحضار مقدمتين، إحداهما وهي الصغرى ضرورية والأخرى نظرية. قلت لك هنا لا بد أن يكون بعضها العلوم ضروري وبعضها نظري، فلا يجوز أن تكون العلوم كلها نظرية، وإلا لتوقف الشيء على نفسه، يعني حب في دور وفيه تسلسل، ومعناها لا نحصل شيئا من العلوم. ولا يجب أن تكون العلوم كلها ضرورية، وإلا لكنا كلنا علماء بالضرورة فيه. فلا بد أن يكون يتركب الدليل من تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قدري. ده تعريف مين؟ ده تعريف المتكلمين، ده لما تعريف الفلاسفة اللي هو ده اللي هو يتركب من ايه؟ من مقدمتين ينتج عنهما ايه؟ امر ثالث اللي هو النتيجة. بسماء ترتيب امور معلومة تصبر ومن تصبر. هو ده تعريف الفلاسفة. المعلومة هنا الضرورية. ما هو لازم يعني لازم يتركب من لو كانوا الاثنين نظريتين لازم واحدة نظرية والثانية ايه؟ ضرورية. وهي قولنا الواحد نصف الاثنين والأخرى نظرية، وهي قولنا ونصف الاثنين نصف لسدس الاثني عشر. شوف كده يعني يقول لك بعد استحضاري، يعني تستحضر بعقلك مقدمتين، طبعا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، مين فيهم الضرورية؟ الصغرى. الصغرى وهي قولنا الواحد نصف الاثنين، والأخرى نظرية وهي قولنا ونصف الاثنين نصف لسدس الاثني عشر، لأنها موقوفة على معرفة كون الاثنين سدس الاثني عشر بقسمتها إلى ستة أقسام متساوية. يعني كأنه الواحد بس كده الواحد نصف سدس الاثني عشر، يبقى لازم يكون مبنية على المقدمة الضرورية اللي هي الواحد نصف الاثنين، عشان هنعرف بعدين انه الاثنين دي هي سدس الاثني عشر. شو قلنا الواحد نصف سدس هي، بس الاولانية ايه؟ من غير تفكير، والثاني عاوز ايه؟ لما اقول لك الواحد ربع الاربعة دي مقدمة ايه؟ ضرورية. لما اقول لك الواحد ربع عشر الاربعين في الاخر هترجع للايه؟ للضرورية، هتلقاها رجعت لاربعة، وهتلقى الواحد ربعة لانه عشر الاربعين اربعة. خلاص فلازم ترجع لليه عشان تديك الدليل القطعي. انما لو كانوا الاثنين نظريتين هنرجعهم لمقدمة ثانية، ونرجع واحدة الى حتى نصل الى الضروري.
بدليل حتى الدليل اللي احنا حافظينه كلنا العالم متغير، لازم تكون دي لازم تكون دي ضروريه، لان ايه دليل على التغير؟ مش عاوزين دليل، ده ضروري ده بنشوفه شايفينه. تقلب ليه معنى حادث قد المضار هو ده، لازم ترجعها الى لازم ترجعها الى الضروري هو تغير. فزي ما قلنا لازم الدليل يتركب كده، يرجع ايه النظريات ترتد الى ايه الى الضروريات. وهذا ما قلناه منذ قليل، لا يجوز انها تكون العلوم كلها نظريه ولا كلها ايه ضروريه. فان هذا الحكم انما يحصل للعقل بعد استحضار مقدمتين، احداهما وهي الصغرى ضروريه وهي قولنا الواحد نصف الاثنين، والاخرى نظريه وهي قولنا ونصف الاثنين نصف لسدس الاثني عشر، لأنها موقوفة على معرفة كون الاثنين سدس الاثني عشر بقسمتها إلى ستة أقسام متساوية. من تعال تعرف الاثنين دل سدس اقسمها، اقسم الاثناشر على ايه على ستة هيطلع ايه اثنين. بعد كده خلاص مش هتفكر تاني، لأنه رجعت إلى الايه إلى الضروري. التذكير لما عرفت اتكشفت انها اثنين مباشرة عرفت ان الواحد نصفها. فاذا استحضر فاذا استحضر العقل بالفكرة الدليل المركبة من هاتين المقدمتين، وهو ان الواحد نصف الاثنين ونصف الاثنين نصف لسدس نصف سدس الاثني عشر، لان الاثنين سدس لأن الاثنين سدس أقسامها الستة المتساوية. علم حينئذ علم استحضر علم حينئذ، وهو لم يقل استحضر بل استحضر. علم حينئذ نتيجة هذا الدليل، وهي أن الواحد نصف سدس الاثني عشر، وقس على هذا وبالله تعالى التوفيق. والمستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته، إما بلا تأمل أيضا ككون الواحد نصف الأربعة. أيوة كده نصف ككون الواحد نصف الأربعة. وإما بعد التأمل ككون الواحد سدس الاثني عشر مثلا. يبقى هو المستحيل. والأول ده كله ما قيل في تعريف ليه الواجب. والمستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته، والواجب هو ما لا يتصور في العقل عدم. إما بلا تأمل عشان يقسم إلى إيه إلى ضروري وإلى إيه وإلى نظري. فإن كان بتأمل يبقى إيه نظر، وإن كان بلا تأمل يكون إيه يكون ضروري. أما تمثيلنا للمستحيل المثال الأول ككون الواحد نصف الأربعة، ده إذا بلا تأمل ده فهذا مثال لإيه لا لإيه المستحيل الضروري. لا وإما بعد التأمل ككون الواحد سدس الاثني عشر، هذا اللي هو إيه بتأمل وتفكير، فهذا هو إيه مثال المستحيل ليه النظري. يلا. والمستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته، إما بلا تأمل أيضا ككون الواحد نصف الأربعة، وإما بعد التأمل ككون الواحد سدس الاثني عشر مثلا. أما تمثيلنا للمستحيل النظري بكون الواحد نصف الأربعة فظاهر للعام والخاص. مستحيل ضروري ضروري لأنه لما إيه لما علم جميع أن نصفها اثنان لزم أن يعرف بالضرورة انتفاء النصفية عن كل ما سواهما من واحد وإيه وغيره. يلا. وأما تمثيلنا للمستحيل النظري بكون الواحد سدس الاثني عشر فهو باعتبار العوام، لأنهم قد يجهلون قبل التأمل أن سدسها اثنان. يعني إيه السر في أنه ده نظري؟ لأنه يجهلون قبل التأمل أن سدسها سدس الاثني عشر، يعني لم يعلموا أن السدس هو اثنان إلا بعد التأمل وبعد الإيه وبعد النظر فلا يعرفون ابتداء استحالة كون الواحد سدسا منها، حتى يعرفوا أن سدس الاثني عشر هو القسم الواحد من أقسامها الستة المتساوية،
والواحد ليس كذلك، وإنما هو قسم من أقسامها الاثني عشر المتساوية. وأما بالنسبة إلى أهل الحساب فمعرفة استحالة كون الواحد سدس الاثني عشر كون فمريجة. الواحد سدس. وأما بالنسبة إلى أهل الحساب فمعرفة استحالة كون الواحد سدس الاثني عشر ضرورية، والخطب في ذلك سهل. يعني هو يريد أن يقول لك إن الضروري ده والنظر يختلف، يعني بالنسبة للعوام غير بالنسبة لمين؟ لأهل الصنعة أو بتوع الهندسة والحساب، عندهم المسائل دي مع كثرة استعمالها ودورانها صارت إيه؟ ضرورية. فمش معنى كده إنه الضروري ده يبقى ضروري عند الكل، ولا النظر نظر عند الكل. مين؟ الأصل نظر يعني. الأصل نظر. في حاجة هنا بعد ما في شيء في بعد العشاء بعد المغرب وبعد العشاء حنشوف، إذا لم يكن شيء نرجع، يعني لقينا الجو عادي نيجي كذا زي ما احنا عشان نخلص الجائزة